مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بحضراتكم في أولى حلقات الأسبوع من برنامج رأي عام. في سلام، غادر بابا السلام مصر السلام بعد أن أرسى قواعد جديدة للعلاقة ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، بل وبين المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الأرثوذكس. زيارة الحبر الأعظم إلى القاهرة تمت بشكل رائع، اتحدت فيه جهود أبناء مصر جميعا مسلمين ومسيحيين. زيارة راهنت القوى الظلامية في الداخل والخارج على عدم إتمامها بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في طنطا والإسكندرية يوم أحد السعف. لكن حب البابا فرانسيس لمصر الأمان التي احتضنت وآوت العائلة المقدسة في رحلة هروبها من الظلم، وإيمانه بأهمية الوقوف إلى جانب المصريين في الفترة الراهنة، جعلته لم يفكر مجرد التفكير في إلغاء الزيارة أو على الأقل تأجيلها. غادر البابا أرض مصر، لكنه لم ولن يغادر قلوب المصريين جميعا. هيكون عندنا مناقشة موسعة عن حاضر ومستقبل الحوار بين الأزهر والفاتيكان بعد زيارة البابا فرانسيس. أما في الفقرة الثانية هيكون معنا حوار خاص مع الدكتورة أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول سيدة تترأس برلمانا في دولة عربية. أما الآن فإلى أبرز عناوين الأخبار. 25,000 شخص يحضرون قداس السلام برئاسة البابا فرانسيس في استاد الدفاع الجوي. ثلاثة عشر يوما من الإضراب المتواصل للأسرى الفلسطينيين، ودحلان الاحتلال يقمع أسرانا بمباركة القيادة الفلسطينية. ثمانية وثلاثون طن أرز وسبعة أطنان سكر تضبطها شرطة التموين في قضايا احتكار سلع لبيعها في رمضان. خمسة ونصف في المئة معدل نمو تستهدفه وزارة المالية في 2019، وبعثت صندوق النقد تزور القاهرة غدا تمهيدا للشريحة الثانية من القرض. كانت تلك أبرز العناوين، إلى التفاصيل بعد قليل. حضراتكم مرة أخرى في بداية حلقة النهاردة من رأي عام. النهاردة كان اليوم الثاني والأخير لزيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس لمصر. برنامج الزيارة النهاردة بدأ بترأس البابا القداس اللي أطلق عليه قداس السلام بحضور 25,000 شخص في استاد 30 يونيو المعروف باسم استاد الدفاع الجوي. القداس شارك فيه ممثلون لكافة الطوائف الكاثوليكية وأيضا الشخصيات العامة والنواب وغيرهم. بعد القداس تم عرض بعض الأفلام التسجيلية في احتفالية ضخمة بمناسبة زيارة البابا، وتم عرض فيلم عن نشأة دولة الفاتيكان ومقاطع فيديو لاستهداف العناصر التكفيرية ل 54 كنيسة عن طريق حرقها بعد ثورة 30 يونيو، وأيضا مشاهد من الثورة المصرية وإعادة ترميم الكنائس وفتحها. الزيارة دي كانت محل اهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام العالمية زي صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اللي قالت أن الزيارة هي احتضان للمسلمين والمسيحيين. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقالت أن الزيارة كانت بتشهد أجواء احتفالية ضخمة رغم كل التحذيرات اللي زعمتها بعض المنظمات الحقوقية العالمية. كاميرا رأي عام حضرت القداس النهاردة ونشوف مع بعض جزء منه.
اصطفت تلك الطوابير في 8 صباحا لحضور قداس صلاة استثنائية، فالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان يحل ضيفا للمرة الأولى في مصر، وارتبط وجوده الأول بحلم توحيد المعمودية في الديانة المسيحية. أنا شايف زيارة البابا لمصر بركة عظيمة، وإحنا بنصلي كلنا أنه ربنا يبارك بلدنا ويبعد عنا الإرهاب ونبتدي بقى في مسيرة التقدم. شايفة أنه الوثيقة دي هتبقى حاجة هتدينا خطوات جديدة هنحطيها أكبر، والشعار اللي البابا جاي بيه بابا السلام لمصر السلام، هي دي الخطوات اللي جاية إن شاء الله. طبعا حاجة ممتازة، كفاية أن الموضوعات اللي هي حصلت قريب جدا للكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما خافش ومغيرش الميعاد، وعنده ثقة جامدة بمصر وبظباطها وبالأمن والتقدم بالسيسي والتقاء بالبابا التوادس، كل ده وحدة وطنية بجميع الطوائف، مسيحي مسلم كله ايد واحدة. انا شايفة انه وقت مناسب جدا بصراحة انه يجي رغم الاحداث اللي بتحصل في مصر، يعني بالعكس ده رسالة، وبيقول انه مصر امنة وان شاء الله الدنيا تبقى كويسة. طبعا احسن حاجة زيارة البابا في التوقيت ده، خصوصا بعد احداث الكنائس الاخيرة، واعتقد ان هي رسالة للعالم كله. الآلاف من الحضور الذين جاءوا للصلاة للمرة الأولى خلف بابا الفاتيكان تخللهم عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفنية. وجوده هو اتحاد البشرية أو تحدي البشرية ضد الإرهاب، ما فيش كلام تاني ممكن يتقال، يعني هو ده الحدث الأهم. طوائف أو كده دي مشاكل داخلية خاصة بالكنيسة، لكن هو الحدث الأهم إنه هو تحدي البشرية، وإنه هو يصر إنه هو يجي بعد الحادثتين. من خلاله بنمد إيدينا، مصر بتمد إيديها بالسلام للعالم كله في وقت بتزداد فيه الحروب وبيزداد فيه الإرهاب في العالم، فأعتقد إن دي رسالة سامية جدا وراقية جدا جدا للعالم كله. البابا فرانسيس أنا بعتبره رسول السلام للإنسانية كلها مش للمسيحيين فقط. رجال الدين من الطائفة الكاثوليكية في مصر والعالم كانوا ضمن الحضور. ده بيقربنا أكتر من بعض، بيخلينا نقدر نعيش حياة مشتركة مع بعض، فيخلي دايما الوحدة هي الأساس وهي الهدف. دي اللحظة الأساسية جدا في تاريخ الإنسانية بوجه عام، إنه إزاي قدام كل عنف لازم نلاقي طريقة تانية معاكسة، وهي نشر السلام. وبفتكر الشعار اللي اختاروه بابا السلام في مصر السلام هو أحسن تعبير عن هذه الزيارة. واختتم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زيارته القصيرة لمصر بالقداس الإلهي في استاد الدفاع الجوي. ربما هي الصلاة الأولى وقد تكون الأخيرة التي يصليها هؤلاء خلف بابا الفاتيكان، الذي صنعت زيارته تقاربا على مستوى الطوائف المسيحية المصرية. هالة أنتين، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد. زي ما قلنا لحضراتكم هيكون معنا بعد فقرة الأخبار فقرة خاصة لماذا بعد زيارة البابا فرانسيس إلى مصر ومستقبل وحاضر الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية بين الفاتيكان والأزهر. دار الإفتاء المصرية كشفت لبرنامج رأي عام عن أنها بصدد تكثيف العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع الفيسبوك بهدف التركيز على نواحي كثيرة، منها زيادة التواصل الفعال مع الشباب. مصادر قالت لبرنامجنا أنه هيتم إصدار فتاوى مصورة والاعتماد على فكرة المحاكاة، بحيث أن الفتوى لا تزيد عن 3 دقائق، وهيتم نشرها ب 11 لغة أجنبية، وهتكون البداية باللغتين العربية والإنجليزية بهدف إعطاء المعلومة للمشاهد بدون تعقيد. نعرف تفاصيل أكتر معنا الأستاذ أحمد رجب مدير السوشيال ميديا بدار الإفتاء. أستاذ أحمد مساء الخير، ليه فكرتوا في إصدار فتاوى مصورة؟ مساء النور يا فندم. هو احنا بنحاول دايما بإدارة الإفتاء ان احنا نوصل للناس بكافة السبل، وبنحاول ان احنا نيسر عليهم امور الفتوى بحيث ان احنا نقطع الطريق على اي جماعات او اي اشخاص متطرفه ان هم يوصلوا للناس، فبنحاول ان احنا نوصل لهم بكافة الطرق. من ضمن الطرق ديت كانت الفتاوى المصوره. احنا حاولنا في الفتره اللي فاتت عملنا بريفيو للامر ده، وبدانا فعلا نطلع فتاوى مصوره، وكان فضيله المفتي بنفسه بيشارك في هذه الفتاوى. الفتاوى دي كنا بنستقي الاسئله بتاعتها من
المشتركين في الصفحه كانوا هم بيطرحوا اسئله وبناخدها نعرضها على صحيفه المفتي وعلى علماء دار الافتاء، وبيتم تسجيلها وعمل مونتاج. كنا بنراعي فيها المساحه تكون صغيره بحيث ان الناس كتير بتستخدم السمارت فون، فبالتالي بيحتاجوا حاجه تكون خفيفه، الوقت بتاعها بيكون قصير، بيوصل المعلومه بشكل دقيق وبشكل علمي، بيكون المعلومه في اول دقيقه ثم في شرح في الثاني او ثالث دقيقه لو الفيديو طول 3 دقائق، لكن كنا بنحاول نخليه اكثر من 3 دقائق. وفي نوع ثاني من الفيديوهات حاولنا ان احنا نشتغل عليه اللي هو البث المباشر، لان وجدنا ان في ناس كتير محتاجه الخدمه ديت، وبالفعل هي لقت قبول كبير جدا، وعلى حسب اخر احصائيه على الصفحه تخطط 3.5 مليون مشاهده للفيديوهات بتاعه دار الافتاء. البث المباشر تقصد بيها ايه يا استاذ احمد؟ يعني مثلا في نظام الاونلاين حد يسال يطرح سؤال وانتم تجاوبوا عليه؟ بالظبط يا فندم، احنا هنطلع بث مباشر فيديو على الصفحه كل يوم حد واثنين وثلاث الساعه 1 ظهرا، بيبقى فيه احد المشايخ، هم محددين كل واحد ليه يوم بيبقى موجود، وفي المشترك بيطرح السؤال على الفيديو او على الاعلان اللي تم الاعلان عنه، ان شاء الله لان احنا بنيجي يومها الصبح بنعرض ان احنا ان شاء الله الساعه 1 هيكون في بث مباشر. بيجي السؤال اونلاين. بتتحدد اللغه اللي هيتم بيها طرح السؤال والاجابه؟ احنا حاليا عاملينها على العربي فقط، يعني اللغه العربيه فقط كتجربه. لكن ان شاء الله هنتوسع فيها في خلال الايام القادمه، وخاصه مع بدايه شهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد رجب مدير السوشيال ميديا في دار الافتاء. إلى خبر آخر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية أول امبارح بالليل، قرر المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة عقد جمعية عمومية يوم 13 مايو لترشيح أقدم 3 نواب لرئيس المجلس لتولي رئاسة المجلس خلفا للمستشار محمد مسعود. طبعا هذا يعني التطور وفقا للتعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية اللي كان معمول بها في الماضي. في نفس الوقت رشحت هيئة النيابة الإدارية 3 نواب أو 3 من نواب رئيسها لتعيين أحدهم رئيسا للهيئة من أول يوليو المقبل. نفس الأمر فعلته هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، من المنتظر أن يرسل ترشيحاته غدا. إذن هذا التطور اللي حصل زي ما قلنا لحضراتكم بعد ما صدق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم الخميس الماضي. هنشوف الأسماء التي ستتقدم بها كل هيئة من الهيئات اللي احنا سميناها الآن. زي ما قلنا لحضراتكم النيابة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاء بكرة من المفترض أن يرسل ترشيحاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهاردة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد خلال اللقاء على أهمية مبادرة السلام العربية باعتبارها أساسا للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الرئيس السيسي أكد أيضا على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كضرورة لا غنى عنها لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. أما الرئيس الفلسطيني أبو مازن فأكد حرصه على استمرار التشاور مع مصر في ظل دورها الرئيسي والمحوري على صعيد القضية الفلسطينية. اتفق الرئيسان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. نبقى في الشأن الفلسطيني. نبقى في الشأن الفلسطيني ولكن ربما بعد طيب نبقى في الشأن الفلسطيني. النهاردة دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المقدر عددهم بأكثر من 1200 أسير يومه 13. تزامنا مع الإضراب أصدر القيادي الفلسطيني محمد دحلان بيانا مصورا يتضامن فيه مع الأسرى الفلسطينيين. اتهم دحلان القيادة الفلسطينية بتجاهل قضية الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وضد سكان قطاع غزة، معتبرا أن السلطة تقوم بذلك طمعا في تأشير الدخول إلى البيت الأبيض حسب تعبيره. أصارحكم القول بأنني لم أتصور أن يصل بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم،
إخوة أبطال يقدمون حياتهم مضربين عن الطعام ليثبتوا لهذا العالم الأطرش فداحة الظلم والامتهان الإنساني، بطولة يتحدث عنها العالم كله إلا القيادة الفلسطينية الافتراضية، وشعب يهدد بالتجويع والترويع في غزة الصامدة، أطفال ونساء وشيوخ يختطفهم هذا رهينة ويستخدمهم ذاك حطبا في معركة تفتقد الشرف وأبسط معايير الرجولة. خلال الأيام الماضية آثرت العالم لا على الكلام، خاصة بعد أن تلقيت رسائل من أسران البواسل من داخل السجون، وكنت طوال الوقت وما زلت في تواصل مستمر مع الجهات والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية لنحثهم على التحرك ونشرح لهم أبعاد وخطورة ما يواجه أسرانا، وكذلك ما يعد لأهل غزة من مكائد متعددة، ولفضح الروابط المشبوهة بين هذا القمع وذاك، بين محاولة الاحتلال قمع أسرانا بمباركة القيادة الفلسطينية، وبين محاولة تلك القيادة تدمير غزة وأهلها بحثا عن تأشيرة دخول رخيصة إلى البيت الأبيض. أحبتي، تعودنا على الصراحة، وانطلاقا من ذلك العهد أجد لزاما علي مكاشفتكم بواقع مرير تقف بمواجهة اليوم، واقع لا ينفع معه إخفاء رؤوسنا في الرمال، خاصة بعد تواتر قدر خطير من المعلومات، فهناك من يستقتل دخول البيت الأبيض على جثث أبرياء غزة من الأطفال والنساء والشيوخ، وعلى حساب جوع وبطولات أسران البواسل، كما أن هناك من يدافع عن سيطرة وسلطة لا تمنح أهل غزة سوى المزيد من العذاب والفقر والموت، بين من يحاول قتل الجميع من أجل نفسه وأسرته، وبين من لا يكترث بالموت من أجل إمارة ولدت ميتة. وحذر دحلان من مغبة معركة تجويع أهل غزة بالتزامن مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، معتبرا أن هذه المعركة ليست وليدة الصدفة بل نتيجة توافق مصالح بين الاحتلال وسلطة رام الله من جهة، وتوافق فكري وعقائدي بين سلطة غزة وأطراف خارجية من جهة أخرى. إخوتي الأسرى الأبطال، أهلي وأحبتي في غزة، نحن لسنا أمام المعركة الفاصلة مع المحتل بقدر ما نحن إزاء معركة قرع أجراس الإنذار، وللأسف الشديد هناك من أختار توقيت معركة تجويع غزة تزامنا مع إضراب أسرانا الأبطال، فليس هناك مصادفات سياسية بل هناك توافق مصالح بين المحتل وسلطة رام الله من جهة، وهناك توافق فكري وعقدي بين سلطة غزة وأطراف خارجية من جهة أخرى، فهي كلها حروب بالوكالة تجري وقائعها في سجون الاحتلال بهدف كسر إرادة الأسرى ولكسر إرادة شعبنا في غزة عبر التجويع والترهيب. وفي السياق نفسه، اعتبر محمد دحلان أن من يعد لزيارة واشنطن قد سلم أوراقه مسبقا إلى الإدارة الأمريكية، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن ما يعلنه عباس عبر الإعلام هو من باب الخداع والتضليل، وأن سلطة غزة تحلم بجوهرة تاج الخلافة على حساب شعب محطم ومهزوم أو معذب حسب قول دحلان. إخوتي المضربين، أهلي في غزة، لدي ما يكفي من المعلومات لأصارحكم بأن من يعد عدة الرحال إلى واشنطن قد سلم أوراقه إلى الإدارة الأمريكية مسبقا، وكل العنتريات الإعلامية التي نسمعها ليست أكثر من خداع وتضليل، فخيار سلطة رام الله لا يتعدى برنامج الانتعاش الاقتصادي بانتظار ظروف سوف لن تأتي، كما أنني على يقين مطلق بأن سلطة قطاع غزة لا تنوي التراجع عن الوهم لمصلحة الشعب، فلا زال هناك من يحلم بجوهرة تاج الخلافة على حساب شعب محطم ومعذب. فهل كل ذلك يعني بأن معركتنا يائسة؟ قطعا لا،
وعلينا توظيف قدراتنا وإمكانياتنا في خدمة معاركنا الطويلة والمريرة، وعلينا الاستعداد لمواجهة من يريد تهميش وتحطيم إرادة أسرانا البواسل. ختاما، لقد اعتدنا على مدار تاريخنا الكفاحي بأن الأسرى والأسرى وحدهم هم من يقررون أين ومتى تبدأ المعركة أو أين ومتى تجمد تكتيكيا. وردي على رسائلكم إخواني أن القرار هو قراركم والإرادة هي إرادتكم، وليس علينا سوى دعم ومباركة قراراتكم وخطواتكم وخطوات الحركة الوطنية الأسيرة عبر تحفيز وتعبئة أوسع حملة تضامن وطني وعربي ودولي مع كفاحكم البطولي، وأن نمضي معا إلى المدى الذي سيقرره أبطالنا الأسرى موحدين مترصي صفوف. فليس هناك ما يكسر سكون هذا الليل سوى إرادتنا الوطنية. لسه بنتكلم عن فلسطين وعن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتزامنا مع استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم 13 على التوالي. نظمت فصائل وطلاب مسيرة واعتصامات في ساحة السرايا في غزة للتضامن مع هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام. معنا تقرير من غزة. من خان يونس لابية، من خان يونس لابية، من خان يونس لابية، بالروح بالدم تبيك يا أسير، بالروح بالدم تبيك يا أسير. بنقول للأسرى أنتم رمز المقاومة داخل السجن، ونحن خارج السجن نتعلم منكم الصبر والصمود والثبات في متطلبات الحياة التي يحاولون أن يلهونا بها عن قضيتنا المركزية. حولوا قضيتنا من قضية عودة وعودة لاجئين ووطن مستقل إلى قضايا جانبية وثانوية، يعني بدهم بالعربي هيك بالعامية بدهم يلهونا عن مركزية قضيتنا. لكن أنتم يا أسرى في السجن، أنتم الذين ردتونا إلى مركزية قضيتنا بتضامننا معكم بدروسكم التي علمتمنا إياها كيف نصمد وكيف نتحد وكيف نكون على قلب رجل واحد. كل الأحرار في العالم، كل الحقوقيين في العالم، كل من يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، أناشدهم بضرورة الالتفاف حول الأسرى ومساعدتهم حتى يستطيعوا أن ينال حريتهم واستقلالهم. نقول في اليوم 13 للإضراب لأسرانا البواسل، نقول لكم صامدون باقون على العهد والوفاء والقسم، استمروا، نحن من خلفكم وبجانبكم، لن نكل ولن نمل حتى تحقيق مطالبكم وتحريركم شاء من شاء وأبى من أبى. نقول لكم أسرانا البواسل أننا بقلوبنا وعقولنا وأفعالنا نكمل مسيرتكم هنا، سنبقى حتى تنفيذ جميع حقوقكم المشروعة كأسرى معتقلين لدى الدولة الإسرائيلية المحتلة لفلسطين. إلى خبر آخر، الإدارة العامة لشرطة التموين نجحت النهاردة في ضبط 9 قضايا احتكار لسلعة الأرز بإجمالي مضبوطات بلغ 38 طن، وثلاث قضايا احتكار سكر بإجمالي مضبوطات بلغ 7 أطنان بهدف رفع أسعارها في شهر رمضان. أجهزة الأمن نجحت في ضبط 131 قضية دقيق مدعم ومخالف للمخابز، و21 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة، وضبط 4 قضايا مواد بترولية بإجمالي 2870 لتر بنزين وسولار تم ضبطهم قبل ما يتباعوا بشكل غير شرعي. معايا على تليفون اللواء خالد فوزي مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك وبجميع الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني لو نعرف تفاصيل اكثر عن هذه الضبطيات وحصلت فين بالضبط، في اي محافظات؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انت عارف ان الاداره العامه لمباحث التموين بتشتغل بخطه سريعه في الفتره الاخيره
نظرا لان بقى حديث الساعه دلوقتي القضايا التموينيه والقضايا والمواد الاستراتيجيه والمواد الاستراتيجيه الهامه. فطبعا زي ما حضرتك ما اشرت كده ان احنا ظابطين خلال يومين او الثلاث ايام اللي فاتوا بس عدد كبير من القضايا، يعني زي ما قلنا حضرتك كده 9 قضايا احتكار بس في الارز ب 28 طن رز، 38 طن من الارز في محافظات كفر الشيخ والبحيره. فدي كميه كانت معده انها يا اما يتم تهريبها للخارج يا اما يتم حجبها للتلاعب باسعارها، واحنا داخلين على شهر رمضان كل ساعه حضرتك طيب والجميع المشاهدين. فشوف بقى سعر الطن يوصل لكام لما الكميات دي تم حجبها عن السوق. برضه كميه من السكر وصل 7 طن للسكر، تعال برضه شهر رمضان بيحتاج كميات من السكر. قضايا السلع التموينيه في اللي هي السلع الغذائيه عموما من المكرونات والسلطات سواء كانت فاسده او منتهيه الصلاحيه. عندنا قضايا مواد بتروليه برضه ثلاث ايام لما نجيب 2870 لتر بس من المواد البتروليه سواء بنزين او سولر كانوا معادين برضه للتلاعب باخفائهم والتلاعب باسعارهم، وفي جزء منهم بيروح لبعض المصانع تستخدمهم بقى كمذيبات للتنر وتخش مشتقات اخرى وبيستخدم بقى هذا المواد البتروليه مدعمه ويدي لك منتج يبيعه بمئات الجنيهات وهو بيستخدم المواد البتروليه المدعمه، فده ده حق المواطن طبعا. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء خالد فوزي مدير اداره التفتيش بمباحث التموين. في خبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عنه بكثافة في الساعات الأخيرة. هذا الخبر يعني يقول أن وزيرة التضامن الاجتماعي أمرت بغلق كل دور تحفيظ القرآن أو تعليم القراءات أو إعداد الدعاء أو مراكز الثقافة الإسلامية في كافة أرجاء مصر، ويمكن من ناشرين نص القرار، وتغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاء أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لأي من الجمعيات الأهلية الخاضعة لإحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2002. معايا على التليفون معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. معالي الوزيرة مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ما مدى صحة هذا الخبر معالي الوزيرة؟ تصور ده احد الاخبار اللي بيتم تداولها يعني بمناسبه انه مش عارفه الحقيقه ما هذا الخبر، لكن الموضوع ببساطه شديده ان معاهد الدعاء دي بيرخص لها من وزاره الاوقاف مش من وزاره التضامن. أيوة. وكذلك مكاتب التحفيظ القراني يرخص لها من وزاره الاوقاف. وزاره التضامن معنيه بالترخيص للجمعيات الاهليه. لما الجمعيه بتعمل مستشفى بنقول لها رخصيها من وزاره الصحه، لما بتعمل مدرسه بنقول لها رخصيها من وزاره التعليم، لما بتعمل معهد دعاء بتدي فيه شهادات بنقول لها رخصيها من الاوقاف او الازهر. وبكلام القرار اللي حضرتك بتشير ليه ده كان صدر من حوالي سنه ونص او سنتين من وزاره الاوقاف باغلاق المعاهد غير المرخصه فقط. وقال انه غير المرخصين يغلقوا الى ان يتم مراجعه المناهج، وغير ومكاتب تحفيظ القران يتم اختبار المحافظين حتى نتاكد من قدرتهم على التحفيظ وعلى جوده حفظهم للقران الكريم. وبناء عليه الاوقاف امتحنت اكثر من يمكن 400 500 محافظ قران، وكل من نجح منهم تم اصدار كارنيهات ليهم علشان يمارسوا شغلهم. فدي قصه من سنه ونص، لكن حضرتك عارف ان هناك الكثير من الاشاعات التي يتعمد البعض او يعني الاشاره ليها في توقيتات معينه، وواضح الهدف منها يعني. ولكن طبعا احنا يهمنا ان محافظين القران وبالذات احنا داخلين على الصيف احنا عايزين نتاكد انه مكاتب التحفيظ كلها شغاله وان المحافظين فعلا حافظين للقران ومتعلمين طيب. ومعاهم بطاقات رقم قومي ومعاهم يعني شهاده من الاوقاف انهم فعلا حافظين للقران الكريم. طب انا عايز اسال بالنسبه لنا احنا ده اللي بيدير وبيراقب هذا الموضوع هو الاوقاف، احنا بنراقب الجمعيه من الناحيه الاداريه والماليه، وبعدين طيب. الوزارات الفنيه بتراقبها من الناحيه الفنيه، يعني وزاره الصحه بتراقب المستشفى والتعليم بيراقب المدرسه والاوقاف بتراقب معاهد الدعاء هي والازهر، بيراجعوا المناهج وبيرخصوا او ما بيرخصوش.
طيب حضرتك أشرتي لنقطتين هامتين، يعني يا ريت برضو توضحهم لنا بإذن الله. اللي حضرتك بتقولي إنه وزارة الأوقاف، هل ده معنى كده إنه هذه الإجراءات تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن والأوقاف؟ هي وزارة الأوقاف بتبعت لنا تقول لنا المعهد ده مش مرخص، أو وزارة الصحة تبعت لنا تقول لنا المستشفى دي غير مرخصة، أو وزارة التعليم تبعت لنا تقول لنا المدرسة دي غير مرخصة، فبنبعت لهم نقول لهم روحوا الأوقاف رخصوا أو اقفلوا لحد ما ترخصوا. طيب حضرتك بتقولي إن الخبر ده من سنة ونص، ويمكن أشرتي أو سنتين، يمكن أو سنتين، يعني يمكن ده بيطرح سؤال عن التوقيت، هل التوقيت طبعا يعني مقصود؟ ممكن يعني أتصور إن الإشاعات بتخرج أو يعني بالتأكيد بسبب إثارة قلق في الرأي العام، لكن الحقيقة أتصور إن كل الأسر المصرية اللي بترسل أولادها ليحفظوا القرآن يهمهم إنه المكان يكون مرخص وإنه يكون المحفظ ممتحن ومعتمد. هل طب وزارة الأوقاف بتعمله على مستوى المديريات، كل مديريات الأوقاف بتمتحن المحافظين وبتصدر لهم بطاقة. هل إنه محفظ معتمد من الأوقاف. تمام، هل ده مع الوزيره يعني مرتبط بشكل او باخر خلينا نقول التشويش على الزياره الناجحه للبابا فرانسيس؟ مش مستبعد، الله اعلم. تمام، يعني الله اعلم، لكن احنا الحقائق واضحه. يهمنا جدا ان كل الجمعيات الاهليه اللي بتقدم خدمات لازم يكون مرخص لها، زي حضرتك المستشفى الخاص او المدرسه الخاص يرخص من وزاره التعليم. يبقى برضو المستشفى والمدرسة والمعهد العلمي اللي بيعد الدعاء اللي بينشروا الدعوة لازم يرخصوا من الأزهر والأوقاف عشان تراجع مناهجه. فده كان القرار لهذا الغرض، كانوا أظن عدد من المعاهد كان وزير الأوقاف أصدر قرار بغلقها من حوالي سنة ونص، وكانوا بيشتغلوا على مراجعة المناهج بتاعتها. أما المحافظين أنا عارفة أن المحافظين تم الانتهاء من امتحانهم وتم إصدار كرنيهات ليهم. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي. وأبقى في نفس الموضوع، معايا على التليفون الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف. دكتور جابر مساء الخير. أهلا أستاذ عمر، ازيك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم. يمكن حضرتك استمعت إلى معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي، يعني وجهة نظرك في طرح هذا الموضوع الآن بالذات، اللي هو عشان ما سمعتش الكلام كله. ما سمعتش. طيب يعني ومواقع التواصل الاجتماعي نشر خبر وبتنشر بكثافه، يعني خبر انه وزيره التضامن الاجتماعي امرت بغلق كل دور تحفيظ القران او تعليم القراءات او اعداد الدعاء او مراكز الثقافه الاسلاميه في كافه ارجاء مصر. ده الخبر اللي احنا يعني عملنا مداخله تليفونيه الان مع معالي الوزيره الدكتوره غاده والي، وقالت انه الخبر ده قديم، او القرار بمعنى اصح القرار ده قديم بقاله سنه ونص او سنتين حتى، وان ده فعلا بيتم فيما يتعلق بالجمعيات اللي بتمارس انشطه من هذا النوع، جمعيات تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي، وانكم في وزاره الاوقاف بتعملوا امتحانات لاختبار مدى قدرة واختبار كفاءة المحفظين والدعاء. أولا أشكرك على إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت المناسب جدا، وإن كان جاء متأخرا لكن أفضل ألا يعني بدل لا يجيء نهائيا. أولا كلام معالي الدكتورة الوزيرة، هو في تنسيق تام وكامل بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن. الجميع في مجمله سواء كانت التضامن او الاوقاف يهمه مصلحه البلد، الجميع مسلم ومتدين ويعرف قيمه القران الكريم وقيمه الكتاتيب وقيمه الدور الذي يؤديه حافظ القران الكريم. لكن يا استاذ عمرو، تلاحظ لنا في الاونه الاخيره ان بعض المحفظين عندما ناتي الى تكريم حفظه كتاب الله عز وجل لنكرمهم، فنقف نكرم الأولاد الصبية الصغار ما بين سادسها من السن أو التاسعة أو العاشرة أو الاثنى عشر على الأكثر، تجده الطفل الصغير يقف، وأنا كنت أقف بهذا الأمر مع معالي محافظ والقاهرة آنذاك الدكتور جلال السعيد ونائبته، فإذا بالطفل الصغير الولد لا يسلم على السيدة النائبة
وهو عمره 10 سنوات أو 9 سنوات، وتأتي إلى الفتاة الصغيرة يسلم عليها الدكتور جلال السعيد محافظ وهو في سن جدها وأنا في سن جدها، وتمر علي ولا تسلم. فتسألنا أين حفظوا القرآن؟ أين تعلموا هؤلاء؟ فوجدناهم في أماكن وفي حاضنة. من شأن هذه الحواضن أن تفرخ أفكار متطرفة، أفكار معوجة، فاضطررنا إلى أن تكون كتاتيب التحفيز ومكاتب التحفيز التي هي في الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة لوزارة التضامن لابد أن تحضر وزارة الأوقاف بإشراف وزارة الأوقاف، ولا تكون بعيدا ولا في منهى عنها، مما اضطر أن يكون هناك توائم وبيننا وبين وزارة التضامن بروتوكول رحبت به وزيرة التضامن السيدة الفاضلة غادة والي مع معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعملنا اختبارات لهؤلاء في جميع محافظات الجمهورية. حتى الآن أفرزت هذه الاختبارات 261 مكتب في التضامن تم اختبارهم وتم إعطائهم تصاريح، وسلمنا تصاريح بعد الاختبار وبعد اجتيازهم كل الوسائل المعرفية التي تعرفنا وتكشف عن هوية وشخصية المحافظ الذي سنستأمنه على ثلاثة أكبادنا وعلى أجيالنا. بعد أن اطمأننا عليه سلمنا إلى وزارة التضامن 261 كرنيه محافظ للقرآن، ونحن بصدد في الآونة القادمة في الأيام المقبلة القليلة ستكون لدينا دفعات أخرى تم اختبارها، والآن في بلوجد عليهم الفحص حتى نعرف. تقدم إلينا بآلاف، يمكن 20,000 30,000، لكن الفرز يثبت أن القادر على العطاء والقادر على التحفيز والذي يفهم القرآن ويفهم الدين فهما وسطيا إلا من هؤلاء. يعني في بعض المحافظات لم ينجح إلا قليل جدا، 5-6 من جملة مئات. نعم. يعني إذن على ما أستأمنهم، لا يحفظ القرآن الكريم لكن هو يحفظ فكرة معينة يريد أن يوصلها ويربي عليها النشء والأطفال. فلذلك المحفظ مهم جدا. أنت تكون في بيتك وتستأمنه على ابنك وعلى بنتك، فلابد هذا النشء الصغير وهذه البذور الصغيرة لابد أن ترعى، أن تجد رعاية كاملة. نعم. من المحافظين. ولذلك مؤسسات الدولة عندما تتكاتف وتتكامل وتعمل فيما بينها وفق بروتوكول منظم لهذا العمل، أعتقد هذا قمة النجاح. أشكرك. لأن ولا يكون هذا محاربة لكتاتيب ولا محاربة للقرآن الكريم، بل نحن نعمل ونخدم القرآن الكريم ليل نهار، سواء كان وزير التضامن أو وزير الأوقاف. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف. إلى خبر آخر وربما يكون خبرنا الأخير، بكرة هتوصل القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة هتستمر لحد 11 مايو المقبل بهدف إجراء مراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار جنيه، يعني مليار و250 مليون جنيه. عمرو الجرحي وزير المالية قال في بيان النهاردة أن الزيارة تهدف لإطلاع الخبراء على المتغيرات والتطورات الاقتصادية وجهود ضبط الأوضاع المالية وخفض معدلات العجز والدين العام. معايا على التليفون الأستاذ ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أستاذ ياسر مساء الخير. أهلا بحضرتك. يعني ما المنتظر من هذه الزيارة حضرتك بشكل شخصي، منتظر منها ايه؟ الزياره دي في اطار الزيارات المراجعه الدوريه لنتائج الاصلاح الاقتصادي اللي بدا بتعويم العمله في 3/11، مر على كده 6 شهور تقريبا. العجز التجاري طبعا الحمد لله العجز التجاري بتاعنا اقل في الست شهور اللي فاتت دي، عندك الصادرات زادت، الواردات قلت، صافي مبيعات الاجانب في البورصه بقت كلها بالموجب، غير زمان كانت بالسالب، كانت المبيعات اكتر من المشتريات، النهارده المشتريات اكتر من المبيعات. الجهاز المصرفي اتضخ فيه اكتر من 20 مليار دولار الفتره اللي فاتت. كل الكلام ده كله بايه يجري تقييمه تمهيدا للموافقه
على الدفعة القادمة اللي هي مليار وربع دولار. تمام. طب يعني هل في إجراءات تانية هيتم اتخاذها في إطار اتفاقية القرض أستاذ ياسر؟ لا، هو اللي بيتراجع دلوقتي ما تم تنفيذه من قرارات تأثيره إيه؟ فهو ده تقييم للست شهور اللي فاتت. هم هيقعدوا 10 أيام في مصر، ووزير المالية النهارده نفسه النهارده هيرجع النهارده بالليل من الاجتماعات اللي كانت في أمريكا دي بتاع صندوق النقد والبنك الدولي. يعني الفترة الجاية دي كلها هتبقى فترة مراجعة للست شهور اللي فاتت في عمر الإصلاح الاقتصادي في مصر، واللي أنا أعتقد يعني إن هتبقى نتائجها إيجابية. طب البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق بيستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.5% في العام المالي 2018-2019، العام المالي اللي جاي، هل ده واقعي يا أستاذ ياسر؟ هو طبعا احنا بنستهدف في 17-18 4.6 في 18-19 ان احنا نوصل ل 5.5. اعتقد الاكتشافات البتروليه اللي يعني تقريبا هنصل لاكتفاء ذاتي فيها في الربع الثالث من 2018، ان طبعا نسبه العجز هتقل خالص، اللي انت شفتها هتوفر قد ايه من اللي انت كنت بتستورده. وفي 2019 هتنقلب لمصدر. نعم. فالقصه يعني ان شاء الله هنصل للمعدلات دي، واللي احنا شايفينه من يعني نتائج اوليه لبعض يعني اكبر مكاتب المحاسبات في العالم ان الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يعني لو هم 32 دولة بيمثلوا 85% من الناتج المحلي بتاع العالم، مصر في الترتيب ال 23 فيهم. مصر فيعني فدي حاجة كويسة جدا ان احنا ضمن ال 32 دولة دول، وترتيبنا حاليا ال 23. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر عمر، وكيل لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. بكده وصلنا لنهايه فقرتنا الاخباريه. بعد الفاصل زي ما قلنا لحضراتكم في المقدمه، مناقشه لزياره بابا الفاتيكان الى مصر، ومستقبل الحوار بين الازهر والفاتيكان بعد هذه الزياره، خليكم معنا.